أمراض بالجملة بدأت تجتاح مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة منذ نحو العامين. فبعد توثيق منظمة الصحة العالمية انتشار مرض النغف بين المدنيين، أعلنت المراكز الصحية داخل الغوطة عن وجود العديد من الحالات المصابة بمرض السلي الخطير نسبياً. أهم أسباب انتشار مرض السل بالوقت الحالي هو الضعف المناعي الذي يعاني منه أهل الغوطة. فمنذ إطباق الحصار على الغوطة الشرقية ونقص المواد الغذائية ونقص المعوضات المواد الغذائية أدى لظهور ضعف مناعي شديد عند مختلف الشرائح وخاصة الأطفال. أطباء مركز الرحمة لمعالجة أمراض الدم والأورام رجحوا أن يكون سبب انتشار داء السل هو الضعف المناعي الذي يعاني منه السكان نتيجة نقص المواد الغذائية، محذرين في الوقت ذاته من خطورة الداء وذلك لصعوبة معالجة المرضى في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. تولد عندي حوالي 4 إلى 5 حالات أسبوعياً، غالبية عم تطلع عندي تدرن اللي هو سل. وأكدت إدارة مركز الرحمة الطبي أنهم قاموا باستقبال أكثر من 100 حالة مصابة بداء السل معظمهم من الأطفال، فيما تنوعت الإصابات بين سل عقدي وسل بيرتوان وسل دخني جلدي، والذي يعد أخطر الأنواع على الإطلاق لأنه ينتقل عن طريق التنفس. تقريبا أولى الحالات اللي وثقناها لدينا بمخبرنا من حوالي السنة مع بدء الحصار على الغوطة، وثقنا حالات كثيرة بمخبرنا منها عن طريق الخزعات و حالات أخرى عن طريق تحري عصية كوخ. وفي ظل انعدام المراكز الصحية القادرة على علاج الأوبئة المتلاحقة والتي باتت تمثل الخطر الأكبر على حياة مدنيي الغوطة المحاصرين من قبل قوات الأسد، تقف المنظمات الدولية مكتوفة الأيدي أمام هول الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قاطنو هذا الريف الدمشقي.